فهل يجب عليه أن يرجع؟ لو رجع يبي يصير مكانه، لو رجع يكون سيكون مكانه، سيكون مكانه. وعلى هذا فنقول إذا ذكر بعد أن وصل إلى محل المتروك قامت الركعة الثانية مقام الأولى وتصح له ركعة ملفقة، تصح هذه الركعة على أنها ركعة ملفقة ولا 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 حرج. نعم انتهى الوقت، الله أعلم. أصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كالتتمة للباب الذي قبله، وهو من لم يرى التشهد الأول واجبا. واستدل البخاري لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبر هذا النقص بسجدتين للسهو، فدل ذلك على وجوبه، لكن وجوبه أخف من وجوب التشهد الثاني. وهذا هو القول الراجح، أن التشهد الأول واجب، وأن من تعمد تركه بطل الصلاة، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو، وأنه إذا استتم قائما لم يرجع لأنه انتهى إلى الركن الذي يليه، ولكن عليه سجود السهو. ويكون التشهد يكون سجود قبل السلام، لأنه النقص، فكان من الحكمة أن يسجد قبل أن يسلم حتى لا يسلم إلا وصلاته قد جبرت وتمت. باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفرق المؤلف رحمه الله بين التشهدين، لأن الأول ثبت بالسنة أنه يجبر بسجود السهو، أما الثاني فلم يرد، وعلى هذا فيبقى فرضا ركنا لا بد منه. وهذا أظن أنا سبق شرطه. نعم، إذا لا حاجة للجهل كم سبق. ونبهنا فيما سبق أن قوله السلام عليك أيها النبي ليس كالخطاب المعتاد، أي أن الصحابة لا يشعرون أنهم يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة، بدليل أنهم يقولون ذلك وهم في غيبة منه وفي بعد منه ولا يسمعهم أيضا. وبينا أن ما صنعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما هو اجتهاد من عندي، أنهم كانوا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك، وبعد مماته يقولون السلام على النبي، وأن الصواب أن يبقى لفظ الحديث كما هو. وبذلك أعلن عمر رضي الله عنه الخطاب على المنبر حيث قرأ التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود، وهو أيضا محضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقم أحد منهم لينكر عليه. فالصواب أنه يقول السلام عليك، ولكنه لا يشعر نفسه أنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يسمعه الرسول،
وهو أيضا بعد مماته ميت، وإن كان سلامنا يبلغه بواسطة الملائكة. وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية أن العام يشمل جميع أفراده. باب الدعاء. سلامة. نعم. نعم ما أسمع الكلام إلا بواسطة الملائكة، ذكرناها الآن لكنك لعلك نائم. نعم. حدثنا أبو اليمان. باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. هذا الحديث من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشار المؤلف البخاري رحمه الله إلى أن هذا الدعاء يكون في آخر الشهر لقوله: باب الدعاء قبل السلام. وما ساقه لا يدل على ذلك، لكنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا إثبات عذاب القبر، وهذا قد ثبت ثبوتا متواترا بالنسبة للسنة، ويدل لذلك أن جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يتعوذون بالله من عذاب القبر، وهو عندهم أمر معلوم بالضرورة من الدين. أما القرآن فإنه يدل عليه في ظاهر السياق، وإن لم يكن مصرحا به، لكن ظاهر القرآن ثبوت ذلك، ومنه قوله تعالى: عقيل. كم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك نعم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لا ما في دليل لقول لعلهم يرجعون على في الدنيا. أصف خلاص. نعم. الشاهد إذا توفته. طيب أخذت. نعم نعم. وجه الدلالة. وجه الدلالة ألفة تدل على إيش؟ ترتيب والتعقيب. طيب أرسل.
ما ذكر فيه العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه من أصح الآيات إن لم تكن أصحها، لأن قوله اليوم الهنا للعهد الحضوري، يعني في هذا اليوم الذي تتوفاهم الملائكة يقال لهم هذا. على كل حال عذاب القبر ثابت، وهل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا، عن إلى يوم القيامة ويعذب يوم القيامة بما أراد الله عز وجل. وهل المراد بالقبر الحفرة التي يلقى فيها الإنسان بعد موته، أو أنه عام لما بين الموت والقيامة الثاني، يعني حتى لو أن الإنسان أكل حفرة السباع أو زر في اليم أو قبر في الماء أو غير ذلك، فإنه لا بد أن نناله من العذاب ما يناله إذا شاء الله عز وجل. ومن عذاب نعم، ومن فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين بالله من فتنة المسيح الدجال دل ذلك على أنه لا يعلم الغيب، وأن فيه احتمالا أن يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإلا فالله خليفة على كل مسلم. والمسيح سمي بذلك لأنه ممسوح العين، أعور العين، خبيث المنظر. الدجال أي صاحب الدجل، والدجال هنا إما صيغة مبالغة وإما نسبة، وإما نسبة وصيغة مبالغة، وهذا هو الأولى، فإنه كثير الدجل وصفة الدجل. وفتنته عظيمة لا يتسع المقام لشيء من ذكرها، ولكن معلومة بالكتب. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا تدور على شيئين، إما شبهات وإما شهوات، وذلك أن صد الإنسان عن دين الله إما أن يكون بسبب الجهل أو بسبب الشهوة، وليس المراد شهوة الجنس ولكن الإرادة السيئة، والثاني أعظم من الأول، لأن الثاني يكون عصى الله على بصيرة. فمثلا من تعبد لله بجهل وهو لا يدري، أو عصى الله وهو لا يدري أنه في معصية، فهذا أصيب في إيش؟ بفتنة الشبهات. ومن كان يعلم وعصى الله على بصيرة فقد أصيب بفتنة الشهوات. أما فتنة الممات فقيل إنها سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه، وقيل إنها الفتنة التي تكون عند الموت، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم عند موتهم، أحسن الله لنا ولكم الخاتمة. فإنه يتعرض الإنسان في هذا الحال مع الشدة والضنك أشد مما يتعرض له في حال السعادة. فإذا عصم الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلا على سعادته، وإن هوت به خطيئته والعياذ بالله فإنه يبتلى بسوء الخاتمة. ويذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حضرته الوفاة فجعل يغمى عليه ويقول بعد بعد، فلما أفاق له ما بعد بعد يا أبا عبد الله، قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، فكنت أقول بعد وبعد، يعني أنه ما دامت الروح في البدن فكل شيء ممكن، والمعصوم من عصمه الله. واللهم أني أعوذ بك من المأثم، يعني من الإثم. فمأثم هنا مصدر ميمي، ويحتمل أن يكون من المأثم أي من مكان المآثم، ولكن الأول أعم أنه مصدر ميمي. والمغرم يعني الغرم، يعني أن يكون على الإنسان دين وحقوق فيستعيد الإنسان منها. فقال قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم،
قال إن الرجل إذا غرم إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ إلا المؤمن. لكن الغالب أن الإنسان مع ضيق الدين ومضايقة الناس له يحدث فيكذب ويعد فيخلف، يحدث ويكذب، يقول مثلا إنه سيأتيني كذا وكذا، سيأتيني كذا وكذا، سيأتيني مال، سيأتيني راتب، سيأتيني هبة، وهو كاذب، لكن لأجل أن يدفع طلب غريب. أو يعد يقول غدا أتي بها لي، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، ثم يخلف. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس إقامة عذر له أي لمن غرم، بل هذا إخبار عن الواقع في غالب الناس. وما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من مثل ذلك من الأمور المحرمة إنما يخبر به عن الواقع بقطع النظر عن الحكم. ولهذا قال لتتبعون سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، ولا شك أنه لا يبيح ذلك ولا يجيز، ولكنه إخبار عن الواقع. انت الوقت ما يؤيد ترجمة البخاري. نعم. قل ما يؤيد ترجمة البخاري قول عائشة أنه كان يدعو به أنه كان يدعو في الصلاة. في الصلاة لا فيها محل الدعاء ولا استشهار، لكن كما ذكرت لكم أنه يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من أن الرسول قال إذا شهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الدعاء قبل السلام: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام أظن على شرح الحديث الأول وانتهينا منه. نعم. وفي ترجمة البخاري رحمه الله: باب الدعاء قبل السلام. احتمالان: المعنى الأول، الاحتمال الأول بيان ما يدعى به، والاحتمال الثاني بيان محل الدعاء وأنه قبل السلام وليس بعده، وهو كذلك، فإن الدعاء في الصلاة ليس بعد الصلاة، إنما هو قبل السلام، إلا في موضع واحد وهو صلاة الاستخارة، فإن ظاهر حديثها أن الدعاء يكون بعد السلام لقوله: فليصلي ركعتين ثم ليقم. وما عدا ذلك فإن الدعاء يكون قبل السلام، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. أما بعد السلام فهو الاستغفار والذكر، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. يقول رحمه الله: ساق في الأحاديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث له أهمية عظيمة، أولا من جهة السائل ومن جهة المسؤول. فالسائل هو أبو بكر، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى رسول الله هو أبو بكر. إذن فلا بد أن يتخير له النبي عليه الصلاة والسلام أحسن دعاء وأجمع دعاء. أما من حيث الصيغة فقد جمع أنواع التوسل، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل بحال الدعاء، لأن من جملة التوسل في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله،
كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يذكر سوى ذلك. لكن ذكر الحال تدل ضمنا على أن الذاكر يسأل الله أن يغير حاله، وفيها التوسل بالثناء على الله بقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا من أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله تعالى بالصفة المناسبة لما تريد. وفي الثالث: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا التوسل بالأسماء، إنك أنت الغفور الرحيم. وفي قوله من عندك إشارة إلى عظم المطلوب، لأن كون الشيء من عند الله لا شك أنه أعظم وأكثر، فهذا أيضا نوع من التوسل. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء، لكن متى؟ ظاهر صنيع البخاري رحمه الله حيث أدخله تحت الترجمة باب الدعاء قبل السلام، أن هذا يقال بعد ليش؟ بعد التشهد. والحديث لا يدل على ذلك صراحة، لأن الصلاة لها مواضع في الدعاء، منها السجود، ومنها جلوس بين السجدتين، ومنها القيام بعد الركوع، كل هذا جاءت السنة بأن فيه دعاء، فهو محتمل. نعم إن جاء في بعض الحديث أنها قبل السلام فهذا يؤخذ به، ولعل الشافعي يشير إليه. أقرأ هذا الحديث وحده يا شيخ؟ نعم، أقرأ الحديث وحده. أيه؟ أو الترجمة؟ لا بأس، الترجمة قد تفيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قوله باب الدعاء قبل السلام أي بعد التشهد، هذا الذي يتبادر من تركيبه. لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا تقييد فيه بما بعد التشهد، وأجاب الكرماني فقال: من حيث أن لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل، انتهى. وفيه نظر، لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود، فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة بالإكثار من الدعاء كان أحسن. أقول لو قال بالإكثار من الدعاء لكان أحسن، لأن هذا هو الذي ورد الحديث. قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم. ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص، وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه. وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري، لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر، ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة، لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان، وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي. أقول هذا فيه نظر، لأن ظاهر مسلم البخاري رحمه الله أنه قبل السلام بعد التشهد، لأنه قال باب التشهد في الآخر ثم قال باب الدعاء قبل السلام، وكان يقول قوله قبل السلام يدخل فيه ما قبل السلام، ولو في الركوع من الركعة الأولى في نظر. نعم. وسأذكر كلامه آخر الباب. وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب: هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: السجود أو التشهد. السجود أو التشهد، لأنهما أمر فيهما بالدعاء. قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل،
فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وسيأتي البحث فيه. ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا، قلت في المثنى كليها، قال في الحاشية لعله في الاثنين قال بل في التشهد الأخير، قلت ما هي؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر الحديث. قال ابن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا، إذا تشهد أحدكم فليقل، فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه، وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره، وصرح بالتحديث في جميع الإسناد، فهذا فيه تعيين هذه الاستعادة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام. قوله من عذاب القبر فيه رد حقيقة أن صاحب الفتح رحمه الله لو أتى بهذا الحديث من قبل أن يأتي بأقوال العلماء وتعليلاته لكان فاصل من النزاع. حديث رواه مسلم بإسناد صحيح كله مصرح فيه بالتحديث، يكون هو الفاصل، يعني أن التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مصرحا به بأنه إيش في التشهد الأخير أيضا ما هو التشهد الأول، فيغني عن التعليلات. وقوله أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد، وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب، وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما، وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة. قوله ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا. أقول الآن ما تبين أنه بعد التشهد ولا في السجود، لكن يظهر أنه في التشهد لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في علي بن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء، فكأن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يتخير له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيكون هذا قبل بعد التشهد وقبل الصلاة. لكن أنا أكمل الحديث. طيب. قريب. قوله ظلمت قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، وهو كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، وكل شيء ذم فاعله فهو ناهٍ عنه. قوله مغفرة من عنده كما قيل، الظاهر لا يريد بهذا التمرير، لأن هذا هو الحق، كل فعل أثنى الله على فاعله فهو مأمور به، لأن لو لم نقل بهذا لكان الثناء على فاعله إيش لغوا أو عبثا. وكذلك كل فعل قدح الله تعالى في فاعله أو أثنى عليه شرا فهو منهي عنه. قوله مغفرة من عندك، قال الطيبي دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه
ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت، والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، انتهى. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن أهلا لها بعملي، قوله إنك أنت الغفور. هذا احتمال، واحتمال الثاني ما أشار إليه في أول الكلام أنها مغفرة عظيمة. إيش؟ عظيمة، لأن الآتي من العظيم يكون عظيما، فهو كان يقول مغفرة من عندك ليس لها سبب من قبل، مغفرة من عندك تكون عظيمة جزلا. قوله إنك أنت الغفور الرحيم هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وهي مقابلة مرتبة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا قولهما صفتان فيه نظر، والصواب أنهما اسمان لكنهما متضمنتان الصفتين. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد لكنهما متضمنان الصفتين. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، ولم يصرح في الحديث بتعيين محله. وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله، قال ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، ونازعه الفاكهاني فقال الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين أي السجود والتشهد. وقال النووي استدلال البخاري صحيح، لأن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن. قلت ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك. وهذا وضع، لكن يقول في الباب الذي قبله تقدم كلام دقيق العيد قبل سطرين ممكن قبل ينتهي كلامك في السطرين. اي لكن هو اشار الى الباب الذي قبله، لا يكون في الباب الذي قبله. اي انا مشوف الباب الذي قبله، لا هو في الباب اللي معنا يعني هذا. اي هذا انا قرانه كل شيء من دقيق من إيه؟ دقيق جاء بكلام من دقيق بنفس الباب لكنه في الحديث الذي قبله. نقرأ شرح الحديث الشيخ ولا حديث أعوذ بالله من عذاب جهنم. ابن دقيق قال يحتمله في السجود يحتمله في قبل السلام. قرأناه هذا ما سمعتها؟ ها؟ هي في الباب ولا في الحديث؟ الحديث الذي قبل. أنا أشوف الشرح الآن. يقول هو يقول في الباب الذي قبله
جاءت عليكم؟ لا يا شيخ، هي غلطة مطبعية، غلطة وهم. ما نفعل هنا من المؤلف فيه وهم سبق الطلب أو من المطبعة ما أدري. ها؟ الصف السابع صفحة صفحة كم؟ قرأناه هذا الشيخ اللي أشار إليه عبيد الله. إيه هذا اللي المشكلة الآن قال في الباب الذي قبلنا. أي نعم. ومو في بابنا؟ إلا في بابنا. طيب هذا وجه إشكال. أن يكتب على الهامش في الحديث الذي قبله. إيه يكتب لعله في الحديث الذي قبله. وهو الحديث الذي قبله ولا بنفس الحديث بعد ما ندري. ها ها الباب الذي قبله الباب الذي قبله كافر تقول قوله والطيبات. هنا يقول قال ابن دقيق العيد إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير إيش؟ فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمة التامة، وإذا حملت الصلاة على العهد ما في شيء مما تمام. لا ابن دقيق يقول هذا فيه يحتمل نكون قلب السلام ويحتمل نكون في السجود، لأن كل الموضعين محل الدعاء. أي يقول لنا هذا هو مقصود. يكتب بس لعله في أول الباب وينتهي. كتب ها؟ كتب لعله في أول حديث في أول حديث الذي قبله. باب ما يتخلف. نعم عبد الرحمن. إيش؟ لا هذا مرة في الصلاة. يعني هو إذا لو قدام يصلي مثل تحية المسجد أو الراتبة يدعو فيها، يكون جمع بين أمرين، بين أنه في بين أداء الإقامة وبين يكون في السجود أو بعد التشهد. أي نعم خالد. نعم يرفع يديه. نعم هذا هو الأصل، مع أن دعاء الاستخارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قبل السلام في غيره من الأدوية، لكن ظاهر الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقل يخالف هذا القول. أحسن الله عليك. بأهمية الموضوع ذكر الترمذي بإسناد صحيح حادثة وقعت في الصحابة رضي الله عنهم أن أحد التابعين أنكر على أحد الأمراء وهو يخطب، قال انظروا إلى أميرنا وهو إيش؟ وهو يخطب على أحد الأمراء وهو يخطب، قال انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. وش يسوي؟ يلبس لباس الفساق وهي لباس نقيق. فقام أحد الصحابة وأنكر عليه قال اشكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قالوا في شرحه الصحابة يعلم أن عمل ذلك الأمير مخالف خطأ يعني، لكن رأى الإنكار على ذلك التابعي في إنكاره على الأمير بتلك الطريقة السيئة أولى من الإنكار على الأمير، فليس هذا رد على حديث كعب بن عمرو طريقة رده على الأمير. نعم ليس ظاهرا في ذلك، ما هو ظاهر. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا
السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قول رحمه الله: وليس بواجب. ظاهر الكلام أنه حتى التعود من عذاب جهنم وعذاب القبر ليس بواجب، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد إلى أن التعود من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بالتعود منها، ولأن العصمة منها له أهمية عظيمة. وقد ورد عن طاووس أنه أمر ابنه حين لم يتعود منها أن يعيد الصلاة، لكن أكثر العلماء على أنه ليس بواجب. وفي قوله لا تقولوا السلام على الله من عباده، على الله فإن الله هو السلام، ذلك لأن الدعاء بالسلام إنما يكون لمن يحتمل أن يعتريه النقص، والله عز وجل يستحيل بحقه ذلك. ولهذا قال: فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. وفي هذا الحديث دليل على أن التحية لا تغني عن السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فلو قابلك إنسان وقال تحية تحية حياك الله ما كفر عن السلام المشروع. وبقية الألفاظ تقدم الكلام عليها. انت الوقت تقي أربع ثواني، ثلاث ثواني. نعم تقي ثلاث ثانيتين. ثانيتين خلاص انتهى. بقي ثانيتين حين انتهى. عندي أغلقت زيادة دقيقة. نعم ما في سؤال بعد انتهاء الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم، يعني الإنسان إذا صلى، وكانوا في الأول يصلون على التراب، فسيعلق التراب في جبهته لا سيما في أيام الصيف مع العرق، فهل يمسحه وهو يصلي أو بعد صلاته؟ الجواب الثاني: يمسحه بعد الصلاة، لأن مسحه في أثناء الصلاة حركة لا داعي لها، لكن لو كان يؤذيه بحيث يتناثر التراب على عينه لو لم يمسح فحينئذ لا بأس، لأنه يمسح للتخلص من الأذى، ولأن إشغاله، أي إشغال هذا الذي يتناثر على عينه، إذا أبقاه يتناثر أشد من إشغاله فيما لو مسحه حتى زال. والحديث الذي استدل به ظاهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في الماء والطين حتى رأى أثر الطين في جبهته، ولا يمكن أن يرى أثر الطين في جبهته إلا بعد انصرافه من صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم كان وراءه. نعم. باب التسليم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.